للبريوش غادي نحتاجوا في واحد الخلاط ديال العجانه ولا ممكن سيده تعجن غير بيديها. كنديروا كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الماء دافي، الكاس غير بالعبار ديال كاس العنبه، معلقه كبيره ديال الخميره الخبز سواء حبيبات اولا معجونه، اربعه المعالق كبار ديال السكر، ممكن يمشيو الاخوات حتى لخمسه المعالق كبار، انا كندير غير اربعه حيت كندخل فيه النوتيلا. غادي ندير درت اربعه المعالق كبار ديال السكر سنيده، كنخلطوا كلشي مزيان وكنخليوه واحد شويه حتى كيتفاعل كتفاعل لينا هذيك الخميره. غادي نضيفوا ليه ربع كاس ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الملحه، فاشي فاني، و500 غرام ديال الدقيق. كنبقاو كنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه، كتكون شويه مجموعه يعني ماشي مرخيه بزاف بحال ديال البريوش. وفي الاخير والسر ديال هذه العجينه هذه هو كناخذوا بياض بيضه كنضيفوا ليه فاشي ديال الخميره الحلوه. فاش كنضيفوا الخميره الحلوه على داك البيض كنحاولوا نطربوا هاد الزربه، عرفتي اختي سناء راه ونديروها في شي كاس كبير، ما حبنا حنا كنخلطوا وهذاك الخليط كيطلع حتى كيعمر الكاس. مزيان. كيولي بحال شي رغوه، كنضيفوه على العجينه في الاخير بحال الطريقه اللي كنديروا فاش كنضيفوا الزبده، هي كتدلك وحنا كنضيفوا الزبده، هذا غادي نخليو العجينه هي كتدلك وحنا كنضيفوا هذا الخليط ديال البيض والخماره. كنبقاو كنضيفوا فيه شويه بشويه وهي كتدلك، كنخليو العجينه ديالنا كترتاح واحد شويه، نقسموها على جوج، واحد النصف غادي نخليوه بيض واحد، والجزء الثاني غادي نضيفوا ليه فاشي كاكا، وكنعاودوا نخليوهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. كنسرحوا العجينه البيضه واحد شويه، كندهنوا هاد النوتيلا بالشوكولاتة اللي دهن ولا دابا واحد السكلاط اللي دهن غادي يقولوا لينا الاخ اللي غادي يكون معنا مع الطناش. غادي يقول لنا على واحد السكلاط اللي دهن احسن بكثير من هذاك اللي كان كيشري وغالي من الاسواق التجاريه وكيتباع بالعبار. خطير خطير جدا، عرفتي الا جربوه الاخوات ما يبقاوش يبدلوه. هو السكلاط اللي دهن كيكون فيه مذاق الكراميل وكيكون فيه مذاق النوازيت، حاجه خطيره ورائعه. الله عليك، عرفتي سكرينيتو باش نقولها لي باش نهضروا عليه، لانه فعلا في الكريمه بالبندق والنوازيت وبالشكلاط رائع بزاف. عرفتي راك كتاخذي منه غير 10 دراهم، خلي معايا واحد ما تبقايش تاخذي الاخر، ما تبقايش تاخذي الاخر نهائيا، انا راه ما بقيتش كنستغنى عليه. هو واحد الحاجه واحده اخرى، هذاك بابي كويسون اللي كيكون على شكل ورقه، راه غادي قولي يدوي عليه، كيكون ديال الورق، كيكون ديال الثوب، ماشي ديال الورقه، كيكون مصنوع من الثوب، كيدخل الفران ما كيتحرق ما حتى شي حاجه، كيبقى اقتصادي. هو الثمن ديالو راه كيدير 18 درهم وكيتقام اقتصادي. كنجيبوا ورقه كبيره كنقسموها على جوج، النصف ديالها كيقد لينا اللاطه ديال الفران ديال الضو، يعني واحد جوج راه كيدي ولك ما باقيش تحملي حتى انت تلوحي. فاش كتسالي منه كتغسليه غير بشويه ديال الماء مع شويه ديال الخل وبيكربونات الصودا، صافي كيبقى رائع عملي بزاف بزاف. انا راه دايره واحد الحلو واحد الملح، مزيانه الفكره، واحد كنطيب فيه الملح واحد كنطيب فيه الحلو. لا بحال هاد المواد ملي كنعرفوهم كيسهلوا علينا الخدمه، يعني في الكوزينه في التوجد ديال الحلوى ولا ديال اللي قلت لك اختي سناء. هذا الورق هذا راه شتي غير الخبز، الا طيبناها على الورق نيشان راه كاين فيه فرق كبير على الا طيبنا منه اللاطه. فعلا فهمتيني، لا الخبز لا البريوش لا الكروت لا اي حاجه، الا كانت طيبه على الورق راه كاين فرق على الا طيبه فوق لاطه مدهونه ولا. فعلا. غادي نرجعوا للبريوش ديالنا، جينا خبرات لينا. غادي ناخذوا هذاك الجزء اللي خلينا غير ابيض، كنسرحوه بشكل طولي وكندهنوه مزيان بالشكلاط اللي دهن اللي قلت لك. كنعاودوا نسرحوا هذاك اللي درنا فيه الشكلاط وكنجيو نحطوه عليه بحال اللي غادي نحطوه حداه. كنحطوه فوق منه ولكن كنخليه واحد شويه باين لينا من هذاك الجزء الابيض. انا صيفط لك اختي سناء الصوره باش تكون واضحه. شكرا. وغادي نلويوه على بعضياته بحال اللي كنلويو شي رغيفه، كنلويو هكا بحال اللي كنلويو لاباط فيتي.
كنحاولوا نطلقوه بشويه بالطول ونقطعوه، نقطعوه منه ثلاثه ديال الاشرطه، كنخليوه ملاصق من الفوق وكنقطعوا ثلاثه ديال الاشرطه باش نقدروا نضفروه على شكل ضفيره بحال الضفيره اللي كنديروا الشعر تماما. كنديروه في المول، المول الطويل ديال الكيك، الكيك اللي كيجي على شكل طولي، كنخليوه حتى كيخمر لينا، كياخذ تقريبا واحد 40 دقيقه في الخميره، كنخليوه يخمر مزيان. وداك الصفر البيضه اللي بقى لينا على بياض البيض كنضيفوا ليه شويه ديال السكر بالنكهه ديال الزهر، كنحركوه مزيان وكندهنوا ليه الوجه ديالو، كندخلوه للفران كيطيب، كيجي بحال الكيك تماما. راكي شتي معايا اختي سناء الصوره كيفاش دايره، ما تفرقيش بينه وبين الكيك، وهذاك الشكلاط اللي بالمذاق النوازات راه كيجي راه يزيد يعطي واحد المذاق. شوف الحاجه اللي كتكون باينه راه هي من الشكل ديالو، ديك التعليكه وديك القوام ديالو تيبان انه فعلا كريمه بجودة عالية. كيجي رائع بزاف. وخلاص مع هاد البريوش تبارك الله. عرف عرف فيني. عرف مع من نتلاقى. والله لا. كيجي غزال بزاف، عرفتي كدهني الوليدات كتكوني دايرة في وسط البريوش ومازال يقول لك زيديني من هذاك الشيء اللي فيه الداخل، كتقطعي دي ترونش ومازال دهني فيه داك الشكلاط، راه كيجي غزال. وتبارك الله هذا راه كيجي بحال البريوش بحال الكيك، يعني في جوج في واحد. كيجي في القوام ديال الكيك، ولكن هو بريوش يعني ممكن المحسن ديال، وهذا المحسن هذا نبغي الاخوات يعتمدوه خصوصا في الوصفات اللي كيكونوا كيبحال هكا دي بريوش الكراس، الحويجات المالحين غادي نخليو لهم داك المحسن الاخر اللي كنا درنا، ولكن هذا الشيء اللي كيكون في سورتو البريوش هذا راه خطير، البريوش كيجي رائع. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. شنو